أعزائي المتداولون، أهلا بكم في موقع ديلي فوركس. نستمر في تحليلاتنا لمنتصف الأسبوع، وإليكم التقرير التالي. الباوند البريطاني قوي بينما الين الياباني وعملات السلع ضعافا نسبيا. تعافى زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي بشكل قوي من الدعم الرئيسي عند مستوى 1.1. يندمج زوج الدولار الأمريكي أمام الين الياباني تصاعديا أدنى أعلى سعر له لعدة أسابيع. يبدو زوج جنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي أقوى مع وصوله لأعلى سعر له لعدة أسابيع فوق الرقم الكامل والكبير 1.2500. كنتم مع ديلي فوركس، تابعونا غدا للمزيد من التقارير حول أسواق العملات والأسهم.